وطالب مندوب مصر السفير علاء يوسف المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه إعلان الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح معبر رفح أمام العالقين الفلسطينيين. إننا لازلنا نتطلع إلى بذل كل جهد من أجل تحقيق السلام وتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الانتهاكات التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة وضمان حياة كريمة له في دولته المستقلة. وفي هذا السياق تضع مصر كافة الأطراف والآليات الدولية بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان لمواصلة العمل من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ووقف كافة الانتهاكات بحقه. وود أن يشير إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن أمس فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة طوال شهر رمضان المبارك في إطار تخفيف الأعباء على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وختاما تؤكد مصر مجددا أنها لم ولن تدخر جهدا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والإسهام الجادي والمستمر في إيجاد حل عادل وشامل للصراع في الشرق الأوسط يتأسس على حق الدولتين وقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967، ونعلن عن دعمنا مشروع قرار منتظر صدوره عن هذه الجلسة.